لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وحلقتنا النهاردة معركة أين الله الجزء الخمستاشر، وما زلنا مستمرين في نقل وقائع وأحداث معركة أين الله، وعنوان حلقتنا الوهابية تفرق أهل السنة. شوفنا في الحلقة اللي فاتت رد الشيخ ابن باز على سؤال أين الله، وقال تحديد الجهة لا مانع منه، جهة العلو، لأن الله في العلو. وكانت أهم نقطة اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت هي تدليس الشيخ ابن باز، وهو بيقول إن اللي بيقوله الله ليس في جهة بعض المتكلمين، بعض المبتدع، وكأنهم عدد قليل خالص. وشفنا شيخ الأزهر وهو بيقول المذهب الأشعري هو المذهب الذي ساد، وشفنا الدكتور طارق السويدان وهو سلفي وعرف نفسه أن عقيدته عقيدة أهل الحديث، وقال أنه بيرفض أن يعتبر الأشعرة والماتريدية منحرفين وخارجين عن السنة، وأن ابن تيمية اعتبرهم من أهل السنة، وأن أهل الحديث هم فرقة صغيرة من أهل السنة، واختلاف فكاهة النظر لا يفسد للود قضية. وقال أن السلفية اليوم ليس سلفية منهج، السلفية اليوم هي طريقة للحجر على الآخرين، السلفية اليوم هي فرقة تريد أن تفرق أهل السنة، وهو بيرفض تفريق أهل السنة. يبقى أول ما تشوف في الفيديوهات اللي جاية لابن باز وهو بيقول بعض المبتدعة أو بعض المتكلمين، افتكر الفيديو اللي شفناه في الحلقة اللي فاتت وهنكرره لآخر مرة، ومش هنرد أكتر من كده على تدليس الشيخ ابن باز في النقطة دي، ونتابع مع بعض الدكتور طارق السويدان هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي. يا أخي الأمة تفرقت، الآن يأتون هؤلاء يريدون يفرقون أهل السنة. طيب أهل السنة اليوم 95% منهم من الأشاعرة الماتريدية. 95%؟ 95 نعم، أنا سويت إحصائية. أنا عندي كتاب عن تاريخ الإسلام وعاصم والوضع الحالي في المسلمين. الدكتور طارق السويدان بيقول إن الوهابية السلفية عايزة تفرق أهل السنة، والفيديو اللي فات هنستخدمه في الرد على الشيخ ابن باز في تدليسات جديدة هيقولها. ودلوقتي هنشوف فتوى الشيخ ابن باز وهنسمع ردود الأشاعرة على كلامه، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي للعلامة ابن باز. تحديد الجهة لا مانع من جهة العلو، لأن الله العلو، وإنما يشبه بهذا بعض المتكلمين بعض المبتدعة ويقول ليس في جهة. وزي ما شفت حضراتكم الشيخ ابن باز هو بيقول ما فيش مشكلة أننا نقول إن الله في جهة العلو، لأن الله أصلا في جهة العلو. الشيخ ابن باز بيقصد ببعض المتكلمين اللي بيقولوا نقدم العقل على النقل، ان دول مبتدعة وبيقولوا ان الله ليس في جهة، لكن اهل السنة بيقولوا ان الله في جهة. وهنشوف الشيخ ابن باز وهو بيوضح كلامه بالتفصيل في الفيديو اللي جاي. يقول ليس في جهة، هذا كلام في التفصيل، فان قالوا فان ارادوا ليس في جهة المخلوقة، وليس في داخل السماوات، وليس في داخل الارض، هذا صحيح. وطبعا تفصيل الشيخ ابن باز لكلام الأشاعرة يحتاج لتفصيل برضو. الأشاعرة مش بينفوا الجهة المخلوقة وبس، دول بينفوا العلو كجهة، يعني مش بيقولوا ان الله ليس في جهة مخلوقة، لان الجهة المخلوقة نقص لا تليق بالله. دول بيقولوا ان الجهة او ان العلو كجهة وجهة العلو ليست صفة لله لانها نقص. وطبعا هما بيقصدوا العلو الذاتي، يعني ذات الله ليست في العلو، لان العلو جهة او مكان، وفي الحالتين دي صفة نقص، واللي يصف الله بصفة العلو الذاتي او الفوقية ده بيكون كافر عند السادة الاشاعرة. وهنشوف الشيخ جيل صادق وهو بينقل اجماع علماء السنة والجماعة، طبعا بين قوسين الأشاعرة بيعتبروا ان هم اهل السنة والجماعة، وبيعتبروا الوهابية حشوية مجسمة ومشبهة. وخلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي هيقول ايه. مما لا شك فيه عند علماء اهل السنة والجماعة تكفير من نسب المكان او الحيز او الجهة لله سبحانه وتعالى. واليكم ما يقول امام الحرمين عبد الملك ابن عبد الله الجويني الشافعي المتوفى سنة 478 للهجرة في كتابه كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، طبعا
طبعت دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1416 للهجرة في الصحيفة رقم 21 يقول الإمام: وذهبت الكرامية وبعض الحشوية إلى أن الباري تعالى عن قولهم متحيز مختص بجهة فوق تعالى الله عن قولهم. ومن الدليل على فساد ما انتحلوه أن المختص بالجهات يجوز عليه المحازات مع الأجسام، وكل ما حاز الأجسام لم يخلو من أن يكون مساويا لأقدارها أو لأقدار بعضها أو يحازيها منه بعضه. وكل أصل قاد إلى تقدير الإله أو تبعيضه فهو كفر صراح. هذا ما عليه علماء أهل السنة والجماعة. من اعتقد أو قال إن الله يتحيز في جهة فوق أو إن الله تعالى موجود في مكان فقد كفر وخرج عن ملة الإسلام، والحمد لله أولا وأبدا وآخرا. ونلاحظ هنا أن الشيخ جيل صادق بينقل إجماع علماء السنة والجماعة اللي بين قوسين يعني الأشاعرة على تكفير الوهابية، وقال مما لا شك فيه عند علماء أهل السنة والجماعة تكفير من نسب المكان أو الحيز أو الجهة لله سبحانه وتعالى. مما لا شك فيه يعني إجماع أمر قطعي، وطبعا يقصد المكان أو الجهة أو الحيز مش المخلوقة زي ما قال الشيخ ابن باز، لأن ده قصد الشيخ جيل صادق. الصفة الذاتية لله يعني العلو الذاتي لله، يعني صفة العلو لذات الله. وهنشوف مع بعض الحتة دي في الفيديو اللي جاي عشان نتأكد أكتر. يقول الإمام: وذهبت الكرامية وبعض الحشوية إلى أن الباري تعالى عن قولهم متحيز مختص بجهة فوق تعالى الله عن قولهم. وزي ما شفتوا حضراتكم مختص بجهة فوق، يعني العلو صفة ذاتية لله. الحشوية الوهابية اللي بيقولوا إن الله مختص بجهة فوق أو إن العلو صفة ذاتية لله، دول كفروا كفرا بواحا، يعني كفر صريح واضح مش محتاج أي عذر ومفيش أي شبهة عشان نقول ممكن أوله أو أخطأه، يعني كفر مع سبق الإصرار والترصد زي ما بيقولوا. ونشوف كلام الشيخ ابن باز وهو بيدلس للمرة الثانية، ونشوف الفيديو اللي جاي. أما إن أرادوا أنه ليس في العلو هذا باطل، وهذا خلافه ما دل عليه كتاب الله وما دلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما دل عليه إجماع سلف الأمة. فأجمع علماء الإسلام أن الله في السماء فوق العرش فوق جميع الخلق، والجهة التي فيها جهة العلو وهي ما فوق جميع الخلق. وهذه الأسئلة ليست بدعة ولم ينهى عنها، بل هذه أسئلة مأمور بها يعلمها الناس. وطبعا الشيخ ابن باز بيعتبر من رؤوس الوهابية السلفية ومن رموزها، وواحد من أهم الأئمة المعاصرين، وواحد في منزلة الشيخ ابن باز لما يقول عن نفي الأشاعرة لعلو الله الذاتي إنه اعتقاد باطل، فإحنا هناخد حكمه على حسب مذهبه الوهابي السلفي. فما فيش إشكال أبدا لما السلفي حسب مذهبه يقول ببطلان عقيدة غيره، دي هيكون عليها طبعا ردود بين كل مذهب وما يخالفه من المذاهب الأخرى. لكن الإشكال والتدليس لما قال ابن باز أجمع علماء المسلمين، ونشوف الفيديو اللي جاي للعلامة ابن باز. أجمع علماء الإسلام أن الله في السماء فوق العرش فوق جميع الخلق، والجهة التي فيها جهة العلو وهي ما فوق جميع الخلق. ودلوقتي أنا عاوزة اللي يسمعني ياخد باله من التدليس اللي قاله الشيخ ابن باز لما قال أجمع علماء الإسلام. والسؤال: لو كانت نسبة الأشاعرة هي 95% إزاي هيكون في إجماع على خلاف العقيدة الأشاعرية؟ إزاي علماء الإسلام اللي نسبتهم 95% هيجمعوا على خلاف عقيدتهم؟ وياريت إجماع على اجتهاد فقهي مثلا، لا ده إجماع على خلاف عقيدتهم في حاجة هما بيكفروا اللي يقولها. وقبل ما أنقل لحضراتكم إجماع علماء الإسلام على تكفير الشيخ ابن باز، هنشوف الشيخ القرضاوي وهو بيقول إن الأمة الإسلامية كلها أشعرية، مش علماء الإسلام وبس، لا ده كل المسلمين أشعرة. ونشوف الدكتور القرضاوي وهو بيقول إن الأمة الإسلامية أشعرية.
وزي ما شفتوا القرضاوي هو بيقول انه مش الازهر الاشعري وبس، لا ده كل الامه الاسلاميه كلها اشعريه، والسلفيه اقليه واقليه لا ترى الا بالمجاهر كمان الالكترونيه. حتى في السعوديه اللي هي وقر السلفيه الوهابيه تعتبر السلفيه الوهابيه اقليه. وتابعوني في الحلقه الجايه عشان نواصل معركه اين الله بين السلفيه والاشاعره، وازاي الاثنين بيكفروا بعض. التقي بكم في الحلقه القادمه. لو سقطت مصادرنا الاصليه اللي هي كتب السنه فهذا اعظم بألف درجه من ان تسقط اراضينا. ما انت ترد بعقلك ونقبل بعقله، ده يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبه بين عقول.